السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله نقدم السوشون في العجينة. عندي 400 غرام ديال الدقيق، كاس الا ربع ديال الزبدة دايبة، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، 1 بيضة، 2 معالق كبار ديال دانون طبيعي ياغور طبيعي، 2 معالق كبار ديال حليب غبرة، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، شويه ديال الملحه، وعندي حليب دافئ باش نجمعوا العجين. من بعد ما ضفت الدقيق غنضيف حليب غبره، نضيف الخميره الفوريه، شويه ديال الملحه، الزبده الدايبه، زيت، بيضة، وغادي نضيف 2 معالق ديال دانون مسوس. نجمع العجينة، وغنزيد الحليب. صافي، هي العجينه ديالي بدات كتجمع. غادي نزيد نعجنها شويه ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، وندوز نحضر الحشوه. وبالنسبه للحشوه عندي بصله مقطعه صغيره، عندي خيزو محكوك، قرعه محكوكه، صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، وعندي زيتون مقطع صغير. وبالنسبه للتوابل عندي الحرقوم والابزار والملحه، وعندي فرماج محكوك. ما نزلت شويه البصله ونزيد السدر ديال الدجاج، من بعد نضيف القرعه وخيزو ونضيف التوابل. شوية الملح والبزار ونحطهم. صافي، هي الحشوة طابت. دابا غنزيد شوية ديال الزيتون مقطع صغير، صافي هي الحشوة ديالي وجدات. غنطفي عليها ونخليها تبرد. من بعد ما خمرت العجينة قسمتها على 2، دابا غندلكها. غنطلقوها ماشي رقيقة بزاف، ماشي غليظة، عادي. صافي، هذا هو الحجم ديالها. غادي نتقبها بالفرشيط، غندير الحشوة في الوسط، شوية الفرماج المحكوك، وندهن بالخليط الطحين والماء. هذا أحسن من البيض، كيلصق مزيان كتحلش. وغادي نجمعها.
ونبرك عليها في الجوانب بالفرشيط. ونستمر بهذه الطريقة حتى نكملهم كاملين. درت لي السوشون ديالي بأصفر بيضاء مع نص معلقة صغيرة ديال الحليب. دابا غندخلو الفرن اللي شعلته من قبل على درجة 180. هذا هو الشكل النهائي ديال لي السوشون ديالي. الصراحة العجينة ديالهم كتجي زوينة بزاف رطبة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك والمشاركة في القناة ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.